هشرح الموقع المكتبة. ده موقع بيخزن الكتب في موقع مكتبة، ممكن نضيف أو نعد كمان على تفاصيل الكتب. دي تفاصيل الموقع ممكن نراها. اللغات المستخدمة HTML CSS Bootstrap و JavaScript. ندخل على الموقع. الموقع عبارة عن شكل لطيف، نضيف بيانات الكتاب. ندوس على الزرار ده، حاجة كده يعني شكلها لطيف. وبعد كده بتضاف زي التلات كتب دول. ممكن اقدر ابحث، هنجرب نضيف كتاب. هنضيف كتاب مثلا، نسوي نيو بوك. الكاتب هنسميه مي. السعر هنخليه 50. الكتاب نسميه اي حاجة، نيو بوك فور مي. ونختار الصورة، فنفترض مثلا الصورة دي. انا كده خلصت خلاص الحاجات دي بتاع الكتاب. الصورة دي برضو موجودة تقريبا قبل هنا، وادوس اضافة. طبعا الحاجات هتروح بعد ما بدوس هنا، الحاجات دي بتتفضى عشان املى الكتاب اللي بعديه. كتاب اضاف، نيو بوك مي وديسكريبشن بالسعر اللي انا حاطه. خاصية البحث دي عملتها بالجافا سكريبت من غير اي عملية لود، والاضافة برضو بتبقى من غير اي عملية لود، كله جافا سكريبت. ان انا بضيف ده كأوبجكت وبتتخزن وبيتعرض هنا وبيتخزن في اللوكال ستورج بتاع البراوزر، عشان في اي وقت تعمل لودينج يفضل زي ما هو موجود، بيتخزن في اللوكال ستورج بتاع البراوزر. لو انا جيت انا عملت سيرش، انا عندي هنا الاسم ايه، بنوب سمول نيو تاون ونيو بوك. لو انا كتبت كلمة نيو، شوف انا كل حرف بعمله بيجيب الحاجة بتاعتها، ومن غير برضو اي عملية ريلود، وده عن طريق برضو فانكشن جافا سكريبت، فانيليا جافا سكريبت. لو كتبت تاون مثلا، لا هو بيبتدي بالستارت ويز، فانا لازم اكتب الاسم الاول. يعني لو كتبت ان هيظهر لي الاتنين دول، لو كتبت ايه يجيب لي ده، لو كتبت اس يجيب لي ده. ده عملية البحث. لو انا مثلا جيب لي سمول ده عاوز اعدل فيه، فهعمل هنا ادت، بيحول لي ده لفورم، بقدر اعدل فيه وعمل سيف. فمثلا لو 200 نخليها مثلا 280 واقول له سيف، ما بيحصلش اي عمليه لود، وارجع على 280. نغير تاني، نخلي سمول بوك مثلا. نلاحظ ان هنا مش هيبقى فيه اي عمليه لود، بقى نيو بوك. اقدر احذف، وانا دوست انا عمليه حذف، بيطلع لي الارت بيقول لي انت عاوز تحذف، واقول له اوكي، ما بيحصلش اي عملية لود برضو، وتلاقي الكتاب اتحذف لان كله جافا سكريبت. لو جينا بصينا على الكود، احنا كده في اديت تمام. الاكس ده مش بيحذف، الاكس ده بيرجع لي، يعني بيرجع تاني اهو، كان ده اللي بيحذف. لما اعمل كده ومش عاوز اغير خلاص، راح اقول له جيب لي اللي قبليها، فيرجع لي تاني قبليها من غير برضه عمليه لود. كان عندي سيرش وعندي الاضافه وعندي الحذف وعندي الاضافه من هنا، التعديل والحذف والاضافه والجافا سكريبت والبحث. لو جينا شفنا الكود، لو جينا شفنا الكود، الكود بسيط. ان انا بخزن طبعا عندي صفحات كتير، البوتستراب اللي كنت مستخدم فيه البوتستراب واللي بتاع الجي كويري وشوية صور.
وشوية خطوط فونت في صفحتين 404 والاندكس صفحة عادية جدا. تمام اد وصفحة السيرش. تمام والسيرش ده انبوت بحط فيه اسم السيرش، ولما الكي بيتغير من كي يعمل لي فانكشن للسيرش ويبعت لي ايه القيمه بتاع الانبوت ده جيز للانبوت ده والقيمه بتاعته فانكشن السيرش. استدعي السكريبت ده وانا كنت رافع الموقع على الفاير بيز. السكريبت كنت اول حاجة باول ما بيتحمل الصفحة يجيب لي الحاجات اللي موجودة قبل كده من اللوكال ستورج بالاسم ده ويعمل لي فانكشن ديسبلاي. يجيب لي النتيجة من اللوكال ستورج ويعرضها ومن الصور. طبعا الصور بتيجي بشكل 64. طبعا كنت الأول بعملها من غير أي تحميل، ف كنت بعملها كأوبجكت بحمل الحاجات دي كلها بجيب البيانات اللي منها وأحطها هنا في متغيرات وأحطها في أوبجكت عشان أخزن الأوبجكت ده بعد كده في اللوكال ستورج. وبعد ما بيخلص بيعمل ريسيت للفورم بيخليه فاضي. الفانكشن اللي بتعرض بتستخدم طبعا التمبلت انجن بتاع الاي سي 6. تمام وبيلف على الحاجات اللي جوه البتاع وبيعرضها على حسب العدد اللي جوه الاوبجكت ده. فانكشن الديليت انا بعمل كونفيرم اللي احنا شفناه برضه بعد ما بعمل ديليت بيرجع تاني بيغير البيانات في اللوكال ستورج. طبعا اللوكال ستورج بتخزن كسترينج. فانكشن السيرش اللي احنا كنا بنعمل عليها ببعت له الكلمة زيز فاليو يحولها للور كيس عشان يعرف يتعامل معاها. وبعد كده بستخدم فانكشن ستارت ويز عشان اعرف ايه اجيب الحاجة واعرض بقى ايه بعرض الحاجة اللي اختاريتها لو موجودة. لو ده موجود هيعرض لي التمبلت بتاعته، لو مش موجود بيعمل لي ديسبلاي عادي. فانكشن ايديت بعد ما بيخلص بيعمل سيف فانكشن سيف وبيحطها برضه في اللوكال ستورج بس انا اقدر اجيبها اي وقت. بس كده شكرا.